كان اقبال كتير كويس من اليوم الاول، اقبال من الدكاتره، اقبال من الطلاب، وكمان كان في الجانب العلمي، حضور المحاضرات، كان في محاضرات اونلاين من دكاتره كثير كويسين كنا نحضرهم على اليوتيوب، هلا اليوم صرنا نشوفهم اونلاين. في حضور كمان كان من دكاتره موجودين هون عنا بالكليه ودكاتره من كليات تاني. بنتمنى انه يكون هالمعرض هذا مستمر كل سنه، لانه اولا في احتياج للعلم، احتياج للمعلومات الموجوده من عند الاطباء، واحتياج للادوات الموجوده هون في المعرض بيحتاجوها الطلاب كتير في حياتهم العملية وحياتهم الدراسية. عم نعرض اليوم مخرطة زيركون وطابعة برينتر 3D برينتر وسكانر فموي. نحن هاي الميزات ما كانت موجودة بالمحرر عنا هون. هي الميزات بتعطي كفاءة عالية بالشغل وأريحية ودقة وسرعة بالعمل بالنسبة للطبيب واللي بده يقدمها للمريض. احنا هي التقنيات اليوم على مستوى، يعني على مستوى عالي مو بس على مستوى المحرر. شاركنا اليوم في معرض إدلب الثالث لطب الأسنان، كان الإقبال جيد جدا الحمد لله، أجا كتير أشخاص عرضوا لنا وتفرجوا على منتجاتنا سواء من أطباء وطلاب ومحاضرين، الحمد لله الإقبال ممتاز جدا، ونحن بغنى عن وصف شركتنا، شركتنا عريقة جدا في زراعة الأسنان ومنتجات اللي عنا والزراعات المقدمة والخدمات المقدمة وحتى الكورس الجراحي اللي حاليا عم نساويه في زراعة الأسنان، في له أخصائيين وفي عنا أخصائيين متدربين معهم يحملون الماجستير والدكتوراه في زراعة الأسنان وجراحة الفكين.